اهلا اهلا، وين الهوستة؟ وحشتوني الحبه دول. بس قلت عشان الحق البتاع قبل ما يقفل ونقعد 8 دقايق مش عارفين نعمل ايه. تمام. هنا عندنا حل من اتنين، انا هقول لكم الفكرتين وانتوا اختاروا اللي تريحكم يعني. تمام. الفكره الاولانيه ان احنا نعملها زي اللي فوق خلاص، وبعد كده نعمل بسم الله. يا مس، قول الإجابة. عارفه انا أيوة عارفه الاجابه. استني الصوره كده نديها فرصتها. يلا استاذه تبقى ابهرينا ونعمه ربنا. هعضك يس، الرقم غلط أصلا، أول الهول غلط. هعضك هعضك يا تقى. بصي هجيلك الكويت هعضك، انا كنت عايشه في الكويت خلي بالك، هجيلك. ركزي شويه الله يرضى عليكي. بصي يا تقى، لازم نبقى فاهمين حاجه. بصي يا حبيبه قلبي، احنا لازم نبقى فاهمين، ما ينفعش ان انا اعمل هول نمبر ماينس ميكسد نمبر، لازم الاثنين يكونوا نفس الايه، نفس التايب. يا الاثنين يكونوا ميكسد، يا الاثنين يكونوا امبروبر، يا الاثنين يكونوا فراكشن، يا الاثنين يكونوا هول. ما ينفعش ابدا اعمل ماينس او بلس بين تو نمبرز ما يكونوش نفس الايه، نفس التايب. ماشي يا بطتي يا توتا، بيت يا توتا نعمل تقريبا يا توقع. يا مس. نعم، ايه انت مالك زعلانه ولا ايه؟ انت زعلانه؟ لا جالها إحباط. البتاع هو المايك طيب ماشي مش مشكله، المهم انت مش زعلانه. بصي يا بطه، مش زعلان. بصي يا بطه، انت تقدري تزعلي من الميس برضو؟ لا أبدا. طيب ده انا اسم ميس ويمي بحالها يعني، بتحبك بترخم عليكي، عايزه ايه تاني؟ بصي يا قلبي، ما ينفعش ان انا اعمل ماينس او بتكلم طبعا عليكم كلكم، ما ينفعش اعمل ماينس او بلس ويكون التو نمبرز مش ايه، مش سيم تايب. يعني يا الاثنين يكونوا ميكسد نمبر، يا الاثنين يكونوا فراكشن، يا الاثنين يكونوا هول نمبر. تمام. او امبروبر. لكن ما ينفعش اجي اعمل ماينس واخد الهول مع الهول واسيب الفراكشن. طب الفراكشن ده هيعمل ايه؟ هيقعد لوحده كده؟ اكيد لا. اتفقنا؟ يبقى انا هنا اتفق. مطلوب مني ان انا اخلي ده تمام، يا اما يبقى ميكسد يا اما يبقى امبروبر. تمام. تمام. طيب انا هعمله ازاي؟ هسال نفسي نفس السؤال اللي سالته فوق هنا. هو الفايف ده عباره عن 1 وكام؟ 1 وايه؟ 1 و4. one four. جميل. طب انا ليه بختار ال 1؟ علشان ال 1 اقدر احوله لفراكشن، اقدر اعمل له كونفرت لفراكشن. وبيبقى عامل ازاي؟ اي فراكشن فوق وتحت شبه بعض بيديني 1 هول. تمام. طب انا هجيب الفراكشن بتاعي اللي هو ال1 ده هخليه فراكشن ازاي؟ هروح انا عايز مين اللي عايز الدينومينيتور يبقى ايه؟ يبقى 7. يبقى هخلي ال1 ده عباره عن 7 اوفر 7. يبقى انا دلوقتي ال5 دي بقى الجديد بتاعها 4 وايه؟ و7 اوفر 7. 4 و7 اوفر 7 ماينس 1 2 اوفر 7. دلوقتي بقى اقدر ان انا اعمل ايه؟ اقدر اعمل لهم ماينس عادي براحتي. ليه يا ميس؟ الاثنين بقوا ميكسد نمبر، وعندي هنا جريتر ذان الايه، الفراكشن ده، يعني الفراكشن ده جريتر ذان الفراكشن ده، يبقى اقدر ان انا ايه، اخد الهول مع الهول والايه، والفراكشن مع الفراكشن. طب لو كان الفراكشن ده سمولر ذان الفراكشن ده، ساعتها هخلي ده امبروبر واخلي ده امبروبر. في حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ هاي يا بس شباب قولي يا قلب لا، مني. مثلا قرأت طريقة بس برضه تحس ان هي صح او مش صح طب برضه. قولي وانا يعني هساعد، قولي وانا اقول لك صح ولا لا غلط. انا عملت دلوقتي اهو ال 5 4 و 1 over 1، وعملت وحولتهم ل improper، هيبقوا 5 over 1. ما هو انا دلوقتي في وبعدها حاجه، انت هتقعي في مشكله، انت هيبقى عندك الدينومينيتور انلايك وهتبقى قصه تانية. طب ايوه وليه؟ هنعمل بقى مالتبلاي. طب وليه الكعبله دي؟ ليه؟ ليه تدوخي نفسك؟ اعمليها بالطريقه دي، اسهل حاجه، اسهل حاجه. انت هتروحي عاملاها ال5 دي 1 ومين؟ 1 و4. اروح شايف هنا الدينومينيتور ده ايه؟ 7 او 4 او 5 ايا كان، اروح واخده مخلي ال1 ده فوق وتحت شبه اللي ايه؟ شبه النمبر ده. خلاص شكرا، طلعت فراكشن، طلعت ميكسد نمبر. ابص بس على ده الفراكشن الجديد ده، هو جريتر زين ده ولا سمولر؟ لقيته جريتر، يبقى خلاص هخليني هول مع الهول والفراكشن مع الفراكشن. يبقى انا اروح جاي كده
طب فرضا لقيت ده سمولر زين، هروح اعمل ايه؟ هروح اعمل ده امبروبر وعامل ده امبروبر واعملهم ماينس من بعض. طب لكن هنا الحمد لله اهو ان ده جريتر زين ده، يبقى هاخد الهول مع الهول والايه والفراكشن مع الفراكشن. 4 ماينس 1 هيديني 3، 7 ماينس 2 هيديني 5، 5 اوفر ايه؟ 5 اوفر 7. حلو كده؟ فل كده؟ وطلعت الإجابة. في حاجة صعبة؟ لا لا. جميل. مين بقى الشاطر اللي هيحل لي دي؟ عشان دي فيها تريك. هي ثانية طبعا مس بينا دقيقة اه نحلنا، مس انت ماشي بينا دقيقة ماشي نحلنا كلها ونشوف بقى مين اللي هيخرج. خلاص، حلو ممكن تكتبولي على الشات الإجابة، ما تكتبوليش هنا، اكتب على الشات عشان كل واحد حاضر ما يبقاش عارف حل التاني ايه. اتفقنا؟ يلا يا محمد حل، يلا يا تقى حلي، واكتبولي على الشات. انا عامة ايه ما اظنش بجنيه ان هي هتطلع صح لا ايه، عامة. ما يمكن يا عم بدينار تطلع كويس، محدش عارف. لا لا، لازم تبقى واثق في نفسك يا محمد. وبعدين اقول لك على حاجه، لو انت ما غلطتش مش هتعرف تتعلم، المهم ان انت ما تغلطش في الامتحان. فهمت قصدي؟ احنا هنا بنبقى موجودين مع بعض عشان نغلط، مش المس ساعات بتغلط عادي، الغلط ده حاجه عاديه بتعلم منه. فاهمني حبيبي؟ فالعيب، العيب ان انا ما اكونش بحاول وبغلط، لكن الصح والحاجه الحلوه ان انا اتعلم واغلط واحل تاني وافضل اعيد الفكره اكتر مره لغايه لما افهمها، هو ده الصح. يلا اشتغلوا وروني كده على الشات، فاجئوني. حلتها يا مس. كتبتي لي على الشات، اكتبي على الشات يلا، عشان هم ما ياخدوش بالهم بيني وبينك كده. حاضر ماشي يا قلبي، وانا كمان حلتها. بالي على الشات عشان البنت ساره ما تاخدش تغش منك السكه. اوكي بس يا طب مس، توبه طب انا هعمل ازاي اوفر؟ ازاي بيعملوا؟ انا هحسها. هي صعبه شويه صح؟ طب ما طب نقول اسهل. اهي خلاص هعملها لك يا مس. عرفتي؟ ماشي طب ما انا مش عارف انا كمان. خلاص. بعتها للكل. شاطر شاطر، مسحتيها ليه؟ مسحتيها ليه؟ ثانية بس لازم ابعتها برايفت. هي الناس اللي بعتها برايفت بعتتها للكل يا مس، بس الحمد لله اه انا مسحتها. ماشي انا مش عارفة اي حاجة فيها. اه يا مس بعتها لك. ماشي يا قلبي. انا خلصت بس مش عارفة ابعت ازاي. طب بصوا انتوا كلكم بعتوا للميس وانا هجاوب. انا اسف. ماشي يا سكر، انت سكر، انت سكر. هو احنا كنا فين؟ احنا هنا صح؟ أي استني كده، صدقني انا ما حلتهاش، انا نفسي ما حلتهاش. فين القلم بتاعي؟ اضحكوا اضحكوا اضحكوا، ما بديش تضحكوا على الناس. ماشي مش هنترك الموقف ده يا ساره. يلا بينا حقيقة السؤال بسرعة. حلو. اوفر فايف. بس انا خلصتها وبعتها دايركت. شطورة يا سارة، برافو عليكي. حاضر يا قلبي هشوفها اهو. يا اتلخبط. اهدى اكتبي كويس. اكتبي علشان ما ايه، بصي هعضك. شطورة يا سارة، بعتلك هارت حلوة اهو. ايوه كده، شكرا. هعتبرها صح يا استاذه تقى هانم. ماشي. هيا يا محمد قول لنا بقى انت الاجابه بتاعتك لايف كده، مش لازم بقى تعملها دايركت مسج زي ما هم عملوا. يلا بينا. يبقى 13 اوفر 5. برافو ولادي شاطرين، ايوه كده، برافو عليكم. عرفتوا بقى التركه بتاعتها ازاي؟ يبقى الريزلت هنا 13 اوفر ايه؟ اوفر 5. طبعا المفروض ان احنا نخليها بعد كده نرجعها ميكسد، تمام؟ هتبقى ايه؟ 2 3 اوفر 5، تمام؟ 3 اوفر 5 طبعا دي سهله، تمام؟ عارفين ان احنا هنعمل ده، هنخليه ايه؟ فراكشن، نجيب الفراكشن اللي هو فوق وتحت شبه بعض، هنجيب منين؟ من الدينوميتور ده. يبقى هنا 8
over 8 minus ايه؟ minus 3 over ايه؟ over 8 equals 5 over 8. جميل. تعبت ولا لسه؟ لا لسه في الوقت، فخلينا براحتنا نحل. هناخد سهل شوية بقى. ايه ناخد ساعة؟ اه والله بس هو اللي قدامي عامل ايه طيب؟ انا هعمل ايه طيب؟ ايه انت لسه جاي تجيب سهل بعد اللي جاي ده؟ اه المفروض كده اللي جاي كله بقى سهل اهو، مش صعب خالص. ده باين. طيب لما احنا قلنا المرة اللي فاتت لما بيكون عندي unlike denominator بعمل ايه؟ حد فاكر؟ ايه ده انتوا نسيتوا انتوا الاثنين كلكم؟ عايز اسمع، كنت عارف لما ممكن تعيد تاني. هنا دلوقتي لما يجي يقول لي 1 over 5 plus 1 over 8 سهل، اه هعمل ايه بقى؟ هعمل ال 5 بلس ال 8، هعمل 1 بلس 1 بس. هقتلك ولا اعمل فيكي ايه؟ دي اللي انا حليتها بس على اساس الواجب كده بس. يا والله شيخة يا شيخة، امال انا ما قعدت اشرح الانلايك دينومينيتور كان ايه؟ سارة ايه؟ يا سارة هنعمل 8 بلس 1 و5 بلس 1؟ ايه بس؟ هنعمل ايه يا سارة؟ هنا عندنا 1 over 5 plus 1 over 8 هنعمل 5 multiply 8 equal 40، هتبقى 2 over 40. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شفت 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 سارة مركزة ازاي؟ مش انا قلت كده سارة برضو المرة اللي فاتت ولا انا ما قلتش؟ لا قلت ايه بس؟ شفتي؟ الله ربنا يخليكي ليا يا ساره، ربنا يخليكي ليا. سامعيني يا اساتذه اللي بتوع الاستاذه توقع والاستاذ محمد بيقولوا لي 5 اوفر بلس 8 و1 بلس 1، يعني انا كده كان لا انا هيحصل ما لي قلتش ايه؟ كده، امال انت قلت ايه؟ قلت ايه؟ انا قلت قلت 8 بلس 1 و5 بلس 1 بس. كمان يعني انت عملتها بص كريس كروس وحاجه بقت جميله قوي يعني. ماشي يا محمد، لن انسى لك هذا الموقف. طيب بص بس نفتكر تاني مره تانيه لما يكون عندنا unlike denominator، انا لازم لما اشوف اي fraction ما بينهم في بلس او ماينس لازم اركز على denominator اشوفهم like ولا unlike. اتفقنا؟ طب انا لما بلاقيهم like يبقى ما عنديش مشكله، هحط الايه ان هو same denominator فبكتبه وبركز على اللي فوق بس. طب في حاله لما بيكونوا unlike denominator بعمل ايه؟ بعمل multiply وببتدي، يعني انا دلوقتي عندي هنا 5 times ايه؟ times 8 صح كده؟ طيب يعني انا هكتب هنا ايه؟ 40 جميل بلس ركزي معانا توتا بتي يا توتا مركزه. بعد كده بعمل ايه؟ بروح واخد النمبر ده واعمله ديفايدد مين؟ ديفايدد الدينومينيتور الاولاني يعني 40 ديفايدد 5 هيطلع لي مين؟ هيطلع لي 8 صح كده؟ هروح صحيح. عامله تايمز ال 1 او ايا كان اللي موجود فوق، هعمله تايمز الايه؟ تايمز 1. 8 تايمز 1 ايكوالز ايه؟ 8. واجي اخد مين ال اللي بيقول 40 دي، ناين؟ لا ركزوا معايا، بعد كده اخد ال 40 دي انا اخويا اللي جنبي بس. ماشي يا قلبي، 40 ديفايدد مين؟ ديفايدد 8 هيديني ايه؟ 5. فايف هعملها تايمز مين؟ تايمز ال 1 هتبقى فايف برضه. هتبقى 5 برضه. ابتدي بقى اعمل الاثنين مع بعض، دلوقتي خلاص بقى عندي الاثنين بقوا لايك دينومينيتور، اقدر اعمل كده واروح كاتب الدينومينيتور بتاعي اللي هو 40. اتفقنا؟ بسم الله. 30 over 40. يبقى 13 over 14. 8 بلس 5 هتبقى ايكوالز ايه؟ 13. 30. برافو عليك، 13 اوفر 40. طيب يلا طب ما يا طلع سهل. طب شفت بقى مش اللي انت قلته اه بقى؟ ميرسي يا ساره على ان انت مركزه وشطوره معانا. يلا يا استاذه تقى حل لنا بقى دي بنفس الفكره، يلا بينا. تعال، أول حاجة هنعملها ريبن بس. تبعي مالها؟ ها وبقول يا مس السيفن انا تايمز الفايف ماشي 7 تايمز 5 35 هتبقى ايه؟ 35 35 7 تايمز الفايف هتبقى ايكوال 35. هنحط ال 35 هي الديمونيتور، ونجيب بقى يا مس
ست فايف divided الفايف. ال 7 الاول، هناخد الاولاني الاول divided 7. هنجيب 7 divided 35 هيعطينا 5. 5 plus 3 لا تايمز،5 times تايمز 3 هتبقى ايه؟ 3 15. بعد ما جميل. تدينا 15 يا مس، طيب هنا بقى وهنجيب 35 35 وهنا divided 5 تديني ايه؟ 7 times 2 ايوه هنعمل 7 times 2 equal 14. جميل. يبقى الريزلت بتاعتي ايه؟ الدمنيتور هيبقى 35 35 و14 بلس 29 يا بلس سلام 16 بلس 15 ماشي بلس 29. 35. هتبقى هنا عندي الريزلت بتاعتي ايه بقى؟ معلش عشان انا تهت كده. 29 طيب 29 over 35. بس كده تمام. طيب جميل. تمام. طب انا لما يكون عندي هنا بقى بالشكل ده هعمل ايه؟ عندي 2 1 اوفر نادي يا ربنا انا نجحت. بلس، مس احلام احلام مس بليز بليز. انتي سارة الكيكة عاملة معاكي عمالي سارة. ماشي يا قلبي، يلا هنعمل ايه؟ قولنا الأول وبعدين، يعني قولنا الفكرة الأول وبعدين ابدأي حلي ال انا هعملها بطريقة تانية خالص. قولي لي اختراعات. مثلا هنعمل ال 2 بلس 1 equals 3، لا لا وهنعمل لا 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 لا، مش هقدر اعمل ده، نحولها انبروبر انبروبر حوليها الاول هنحولها. اضرب. ايوه بالظبط كده، ماشي يعني انت هتضطري تعملي تو ستيبس. الاول هتخلي الميكسد نمبر ده هتخليه امبروبر، بعد كده هتبتدي تعملي بقى الخطوه بتاعت الايه، التايمز اللي بنعملها بتاعت الدينومينيتور. تمام، لكن ما ينفعش ماشي اعمل الهول مع الهول والفراكشن مع الفراكشن. ليه؟ لان الفراكشن هنا ديفرنت، تمام، انلايك، فمش هينفع اخد الهول مع الهول والفراكشن مع الفراكشن. تمام، ففي في الحاله دي هعمل ايه؟ هعمل الميكس، الميكسد نمبر هخليه امبروبر، والميكسد نمبر هخليه امبروبر، وبعد كده اروح اعمل بقى ايه؟ اخلي الاثنين لايك دينومينيتور. اتفقنا؟ طب يلا اوكي. بينا، قول لنا بقى هنعمل ايه؟ 2 multiply 3 equals 6 plus 1 ايوه equals 7 يبقى 7 over 3 7 over 3. حلو قوي، برافو عليكي. بلس plus هتبقى 2 3 over 2 3 over 2. تمام، بعد كده بقى هعمل ايه؟ خطوة التايم. هنعمل بعدها 2 multiply 3 equals 6 و هنكتب ال 6 مرتين مكان بقى الايه، 2 fractions دي. مرتين. جميل. بعد divided 3 10 وبعدها 7 plus 3 equal 10. استني، 6 divided 3 equal 2، 2 times 7 equals ايه؟ 14. ركزي. ايوه، هو انا مش قلت 6 divided 3 هتديني ايه؟ 2. 2 times 7 2 times 7 14. جميل. طب هنا بقى 6 divided 2 هتديني 3، 3 times 3 هتديني 9 9. جميل قوي. يلا نعمل الاديشن بتاعنا. هتبقى 23 over 6. برافو عليك، 23 over 6. خليها ميكسد بقى، يلا. اي حاضر. هتروحي على تيبل 6 تشوفي كده مين اللي بعمله تايم 6 يديني حاجة قريبة من ال 23، ويبقى هو ده الهول نمبر. 6 multiply 2 6 multiply 3 1 6 multiply 3 يبقى عندي الهول نمبر هو ال 3. تمام، وهيتفضل عندي ايه؟ هو 3 تايمز 6 ايكوالز 18، 18 ماينس سوري 23 ماينس 18 5 ايكوالز ايه؟ طيب يبقى 5 و 6 5 او multiply. 6. بس كده خلاص، برافو عليك، اشطر بنوته في الدنيا. يلا يا محمد، أيوة تو انت نمتي ولا ايه؟ حضرتك يا مالك يا قلبي؟
فيكي ايه؟ ما فيش ليه مين مسحلك؟ ما فيش حد، امال مالك بقيتي بس هادي؟ صداع، بقيتي أنا هادي؟ صداع شوية، صداع شوية من إخواتي، ألف سلامة عليك حاجة يا روحي، جامدة، ألف سلامة يا روحي. الله يلا يسلمك. يلا يا محمد. طب ركزي يا محمد، محمد كده وهو بيحب. هنعمل ال 12 multiply 4. بص هقول لك على حاجة بقى، مش دايما مش دايما باخد الاثنين تايمز بعض. يعني ايه؟ لازم ابص عليهم الاول، لو انا لقيتهم الاثنين في تيبل بعض باخد الكبير فيهم واخليه هو الايه؟ اللايك دينومينيتور. يعني ايه؟ بص كده، هو مش الفور يعني لو انا هتبقى عملت، 4 multiply 3. لا بص هقول لك، يعني دلوقتي ال 12 تمام. ال 12 ال 12 مش انا ال 12 خليها زي ما هي، مش انا الفور لو عملتها تايمز 3 هتطلع لي 12. أيوة. يعني انا اقدر اعمل كده، بص معايا 12، انت خدتها السنه اللي فاتت 5، خلي بالك 12 بلس، واعمل هنا الناحيه الثانيه 12، وابتدي اعمل بقى الديفايد بتاعي. 12 ديفايدد 4 ايكوالز ايه؟ 3. 3 3 تايمز 1 هتديني ايه؟ 3. 3 وهنا هتفضل زي ما هي. طب انا اشمعنى دي اللي عملتها كده؟ عشان بصيت عليها لقيت ان الفور موجوده في التيبل بتاع ال 12، صح كده؟ صح. او ان الفور اقدر اعملها تايمز حاجه تطلع لي نفس الايه؟ النمبر. فطالما الاثنين قرايب تمام، يبقى اخد الكبير فيهم واخليه هو الايه؟ اللي اسمه ايه ده؟ بسم الله، هخليه هو الدينومينيتور. تمام؟ تمام. طيب جميل. بعد كده هعمل ايه بقى؟ اهو هطلع هطلع هنا ال 12 و3 بلس 1 اكس 4. احل بقى اللي بعديه. ماشي، حل اللي بعديها. هل ال4 وال3 في تيبل بعض؟ لا، لا ساعتها هعملهم ايه هتبقى على طول؟ تايمز على طول. 12. معايا يا بنات ولا نمتوا مني؟ ايه بس ها، خدتوا بالكم من حضرتك التريك دي؟ خدتوا بالكم من التريك دي ولا لا؟ عن لما الاقي الاثنين في تيبل بعض، لما الاقي الاثنين في تيبل بعض بعمل ايه؟ باخد الكبير فيهم بتاخد الكبير. بالظبط كده. تمام، دايما ركزوا، بصوا على الاول على الدينومينيتور قبل ما تعمل اي حاجه، هل الاثنين قرايب في تيبل بعض ولا لا؟ لو مش في تيبل بعض بعمل تايمز على طول، لكن لو في تيبل بعض باخد الكبير فيها. اتفقنا؟ شفت بقى دي فايده ان انت تحل كتير، كل ما تحل كتير تطلع لك افكار كتيره تخليك شفت كل الحاجات اللي هو ما فيش اكتر منها تاني، مفيش اختراعات تاني. تمام؟ طيب هيا يا محمد كمل لنا هنا كده، هنعمل ايه بقى؟ هكتب ايه هنا؟ هتبقى 12 جميل، 12 بلس، وهكتب هنا 12 الناحية التانية. جميل، ها يلا هنعمل وبعدين ايه؟ هنقوم عاملين ال 12 هتبقى ديفايد ال 4 ايوه، يطلع لي كام؟ 3 ها نعملها، هي 3 هتبقى ايه؟ هتبقى 3. 3. برافو عليك. وهنا بعدين هتبقى 4 multiply 2 ايوه تبقى ايه؟ زي الفل، برافو عليك، اكسلنت. هتبقى 12 over 12 هتبقى 1 يعني. برافو عليك، اشطر ولد في الدنيا، صورك جميلة. هنعمل ايه سو؟ هنحاول improper. برافو عليك، هنكتب ايه بقى؟ هتبقى 5 هتبقى 8 over 5. هيبقى 8 over 5. برافو عليك، 8 over 5، 8 8 over over 5. 5. هنح هتبقى 15 بلس 1 15. الديمينيتور تمام 15. تمام شاطرة، برافو عليكي ما شاء الله. هتبقى 9 over 15. 9 over 15. طيب ينفع نعملها سيمبليفاي يا توتا؟ يعني مش هنخليها ميكس، ده نعملها سيمبليفاي، يعني اشوف حاجه تكون هنا فوق وتحت فيها شبه بعض واعملها ديفايدد. يعني لو عملت دي ديفايدد 3 تديني ايه؟ 3 صح؟ لو عملت دي ديفايدد 3 تديني ايه؟ 5 كنا واخدينها السنه اللي فاتت صح كده؟ يبقى ده الايه؟ ده اخر ايه؟ فراكشن اقدر اطلع. تمام؟ الاخوة. جميل؟ تمام. طيب تقعد.
عمي مس قلب المس. يلا بينا. يلا هنا 7 over 10 plus 5 over 6. هنعمل 6 times 10 هتعطينا 60. 60. برافو. ثانية واحدة. سيكي تمام 60. اتفضلي. مش يلا. لا أنا متعودة عليكي شقية مش هادية كده. إيه ده؟ يا مس انا اصلا يا مس انا هما في انا في الحقيقة هادية خالص، ما أنتي فيش حد كميلة. بيسمع لي صوت في الحقيقة. أنتي كميلة أصلا. أنتي جميلة. أنا بحبكم كلكم. ده اهل بنسوا اللي انا موجودين اصلا. أنتي سكر. أنتوا كلكم جميلة وأنا بحبكم قوي. ها 16. 16 divided 16. sixty divided 10 ايوه equals 6. six ايوه تايمز 7. 6 times 7 هيدينا يمس 42. شفتي سهلت عليكي ازاي؟ يلا طب 60 تايمز 6 هتديني ايه؟ 10. 60 times 16 و10 times كملي لي الباقي بقى عشان انا ما بعرفش اعمل اديشن. مش انت عندك كالكوليتر؟ اعملي انت بالكالكوليتر. لا ما بقى هو ما عنديش كالكوليتر، ده بتاع احسن اخويا. برضه، احسن برضه عشان تبقى ماشي دماغك شغاله. 10 هتبقى 50 50. احنا هنا بنعمل بلس، هتبقى عندي هنا بنعمل 42. تايمز 42 بلس 50 هتديني ايه؟ 2 بلس 50. 0 equals 2، انا وعندي 5 بلس 4 equals ايه؟ 95 نص محمد 92. تمام؟ تمام يا بس. طبعا نقدر اعملها divided 2 ونقدر نكملها، نخلينا نعملها simplify لغايه ما تبقى ايه؟ ابسط من كده يعني. تمام؟ لو كتبتها كده برضو صح. خلاص؟ طيب تمام محمد يلا حل ايوه لنا، حل لنا دي يلا. حاضر. اتفضل مساء الخير. 4 multiply 4 multiply 5 هتبقى جميل 20 شاطر، برافو عليك 20. شاطر يا حبيبي. انا ابني اسمه محمد خلي بالك، فانا بحب اسم محمد بزياده يعني. ربنا يخليك يا ربنا يخليك يا روحي. تواني طبعا انا بحب ساره وتوته، ده ما فيهاش كلام يعني، بس انا محمد قلت له عشان انا عندي محمد يعني. يلا بينا. عادي بس ما فيش مشكلة. انا 20 بحبكم 20 والله. 20 over 4 لا هتدينا 5. 20 divided قصدي 4. divided 4 divide divided 4 ايوه sorry ده ولا يهمك. هتدينا 5 5 times 3. 15. جميل برافو عليك، اشتغل في الدنيا. ها 20 divided 5 هتديني ايه؟ 4. 4 4 times 4 4 times 4 هتبقى 16. برافو عليك حلو زي الفل. نعمل لهم بقى بلس الاثنين اديني ايه؟ هتبقى 20 تحت، ايوه تبقى 31 فوق. برافو عليك. يلا يا سارة، يا سارة. لا يمس لا يمس اهو. يلا يا سارة. لا ما عشان نختم بيكي بقى يا سارة، يبقى كده قفلنا اليوم النهارده. اوكي ماشي هنعمل لك 3 multiply 8 24 24 26 over 8 برافو عليكي. ثانية واحدة استنى عشان بس اعرف اكتب. 26 over 8 جميل two بلس multiply 6 12 13 over 6. 13 over 6. هي دي كبيرة شوية بس يعني المهم ايه الفكرة بتاعتها ان انت عارفيها. يلا بينا هنعمل بعد كده بقى الريزلت، سوري الدينوميتور بتاعنا هيبقى كام؟ 8 plus 6 لا مش 8 plus 6، is 8 times 6. 8 multiply 6 48 برافو 48 26 48 26 plus 13 equal 39.
يبقى كده 39 over 48. لا ازاي؟ استني هنا، مش كده يا سهاد، خلص اللوتة. لا استني، 38 over 8 تبقى 6، 6 times 60 26 تمام. اه طيب 6 times 26 هتبقى ايه؟ 6 ايه؟ انت قلت what هتبقى ايه؟ انت قلت هتبقى ايه؟ 38 هتبقى 39 over 48. مش 39، 93. ناي نايت مش مس 26 بلس 13. لأ استني، انت دلوقتي خدتي دوت عملتي divided 8، واللي طلع منه عملتيه الأول times ايه؟ times 26، ده اللي هكتبه هنا. بعد كده هعمل ده تاني divided 6، وال 8 اللي تطلع هعملها times 13، وبعد كده هروح مجمع الدنيا دي كلها بعدين. نسيتي ولا ايه؟ بس هي كبيرة شوية كنمبر، يعني عايزة تتعمل بروحها يعني. تمام. طب أنا هطلب منكم تاني، أنا هطلب منكم طالب تاني قبل ما الميتنج تخلص، هنحل البيج دي تاني هوم ورك وتبعتوها لي النهاردة، أنا عايزة أشوفها حاضر. النهاردة. اتفقنا؟ كلها بقى لغاية أخرها، حتى الجزء اللي أنا ما حلتوش ده. تمام. حاضر. هقولها تاني، يبقى بيج 11 هنحلها تاني هوم ورك وتبعتوها لي النهاردة عشان أصححها من غير ما اوكي نغش، اتفقنا؟ مش هبعت لكم الليكتشر دلوقتي، هبعتها لكم بعد ما تبعتوا لي الحل، هحطها على التليجرام بعد ما تخدوني الحل، اتفقنا؟ ماشي يا حبايبي. المهم في حاجه صعبه النهارده ولا فهمنا كله تمام؟ تمام يا مس، الحمد كله لله. تمام يا مس، ماشي يا قلبي، هتبقى تمام. خلصت لغايه لما اشوفكم المره الجايه. باي يا قلبي، باي باي يا حبايبي، باي باي باي. باي.